وللأسف مين اللي عمل الجريمة؟ زي ما بيقولوا حاميها حرام خبط عليه. محتاجين حاجة يا جماعة؟ طب وانت مال أهل أهل؟ جاية وقاعدة مع واحدة هتولد. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الفيوم، والكارثة الأكبر حصلت فين؟ جوه مستشفى الفيوم العام. مستشفى يعني فيها أطباء وفيها ممرضات وممرضين وعاملات، وفيها مدير مستشفى، وفيها أمن خاص اللي هو شركات الأمن. طب الجريمة تمت إزاي؟ ده معظم المستشفيات كلها متكتفة بكاميرات وأفراد أمن بيشوفوا مين اللي داخل ومين اللي طالع، ده غير النبطشيات ودكاترة رايحين وممرضات رايحة وممرضات جايين، وفي أدوية بتتاخد قبل الفجر ولا بعد الفجر وبالساعة، وكل ساعات كل ست ساعات دواء وممرضات داخلين. إزاي الجريمة دي تمت؟ وللأسف مين اللي عمل الجريمة؟ زي ما بيقولوا حاميها حرامية. اتنين أفراد أمن الإداري بتاع المستشفى، أفراد أمن مصطفى وأحمد. إيه اللي حصل؟ ست فاضلة اسمها شيماء داخلة في حالة ولادة، حامل هتولد، ودي مستشفى عام. أما مستشفى معمولة ليه؟ شيء طبيعي اللي داخلة تولد دي بيكون معاها مرافق، دي واحدة حامل عايزة اللي سنتها تدخل الحمام، عايزة اللي سنتها تجعتها توكلها، دي واحدة حامل على وش ولادة. دخلت المستشفى ومعاها واحدة قريبة أو من ضمن يعني قرايبها اسمها إيمان، فدخلوا هما الاثنين ومعهم أهلهم طبعا. فالدكتور قال يا جماعة لا مش هينفع الكلام ده، هي شيماء وواحدة توعد معها وخلاص على كده، فإيمان غير توعد معها. فخدوها ودخلوا على الأوضة بتاعتها، رجدت شيماء ونيمتها، وإيمان قاعدة جنبية وأبوها وجوزها وكله راحوا ماشيين. مين اللي بيراقب الوضع؟ اتنين فرد أمن، مصطفى وأحمد. فمصطفى بيقول له شايف البنت اللي ماشية مع اللي هتولد دي؟ قال له أيوة يا معلم. قال له شايف لا مكياج ولا غيره، البنت الدم هيبك من وشها وحلوة، والبنت دي أنا حاسس إنها بصت لي. قالت له يا أخي، قال لها يا أخي لا بصت لك وأنا قاعد جنبيك، لا بصت لها. قال لها لا لا البنت دي عايزاني. يا عم دي ما شفتكش أصلا. طب أصبر بس لما الناس يمشوا. لما الناس مشوا ودخلت شيماء ومعاها إيمان، فرد الأمن خبط عليهم، محتاجين حاجة يا جماعة؟ طب وأنت مال أهلك؟ هو ده دورك؟ ده أنت فرد أمن. شو تقول له شكرا. بص لإيمان كده ولا لو احتجت أي حاجة إحنا واقفين بره، عايزين عصير، عايزين سندوتشات، حاجة ساعة، أنت أموري. إيمان كتر خيرك يا حبيبي كتر خيرك وخلاص على كده. فضل مصطفى وأحمد حاطين في دماغهم البيت اللي اسمها إيمان دي، اللي هي داخلة مرافقة مع اللي هتولد شيماء، لغيت على الساعة 2 الصبح 3 الصبح راحوا على الباب خبطوا. طبعا اللي حامل دي نايمة، ففتحت إيمان قالت تعالي احنا عايزينك برة في المستشفى. خير تعالي بس الدكتور عايزك. الدكتور عايزني؟ خدوها وراحوا خدوها في حتة، طبعا دي مستشفى كبيرة ومش كل الغرف، ده في غرف احيانا بيكون فيها كراكيب، ده مستشفى عام، اوض بتبقى ما ده في اوض بتبقى احيانا ما فيهاش كهرباء كمان،
اللي هي بتبقى فيها التكهين والحاجات دي، راحوا واخدين البنت هما الاثنين وراحوا مقطعين هدومه وتناوبوا. الاعتداء عليه ليه يا عم؟ ليه يا باشا؟ اتعجبتنا، هو كل واحد يشوف واحده حلوه يعتدي عليها؟ ده احنا كنت تبقى شوارعنا غابات، ده احنا بنمشي في الشارع كل الستات تقريبا عاجبيننا وكل البنات عاجبيننا. طبعا تخيلوا واحده في مستشفى بنبطشيات باطباء بممرضين بممرضات بافراد امن، ويتم استدراكها من غرفتها مع الست المرافقه ليها اللي هتولد شيماء، وياخدوها يستدرجوها بحجه الدكتور عايزك، وياخدوها علشان يعتدوا عليها. طبعا بعد ما خلصوا فعلتهم الشنعاء البنت استغاثت مين ومين ومين كانوا هم جيروا. طب انتوا فاكرين مش عارف توصل لكم هي؟ تم القبض على مصطفى واحد واعترفوا تفصيليا بجريمته. طب ليه؟ ليه؟ عجبتنا وقلنا ان هي وهي البنت صغيرة مش كبير، فقلنا هتخاف تتكلم. تخاف تتكلم؟ هي البنت بعد ما يحصل معها كده في حاجة اسمها تقوله؟ احنا قلنا ان هتخاف تتكلم، هتخاف تتكلم عشان الفضيحة، هتخاف تتكلم عشان خاطر ابوها، هتخاف تتكلم عشان اخواتها وعشان سمعة العيلة، هتخاف تتكلم وهتسكت وتحط همها ببطنة. طب ويا ذنبها؟ دي كانت ممكن تتقتل. يعني تخيل لو البنت دي سكتت ايمان وحطت همها في قلبها وجت بعد كده اتجوزت، ما هو كانت تقول لاهلها مش هتجوز، ولقوها مش بنت مش كانوا هيموتوها؟ كانت هتقول لهم ده من سنتين وانا مع شيماء في المستشفى، واحد عمل معايا ولا اتنين عملوا معايا، ما كانش هيصدقوها. هقول اسكت لا. ايه ايه الشباب دي؟ انتوا واقفين عشان لقمه عيشكم وعشان دخل تمشي بيه اموركم، ولا عشان تستغلوا بنت غلبانه جايه وقاعده مع واحده هتولد تعملوا فيها كده؟ عشان خاطر ايه؟ دايما بنقول يا جماعه يا ريت المرافق يكون ابنها، يكون امها، يكون ابوها، وان كان ابوها صعب لو احتاجت كده ولا كده وما ينفعش، لكن يا ريت تكون واحده كبيره. امها كان يبقى شيء جميل جدا. طب خلي ان امها ميت، خالتها هتقول لك يعني طب اختها قعدت معاها، قريبتها هنقول طيب، والمستشفى ما بيسمحوش ان الرجاله تبقى في الطرقات واقفه عشان تحرس الستات، وشفنا كتير اللي بيخدروا ستاته بيغتصبوه واللي خارجه من غرفه عمل. بس دي حالات يا جماعه بتبقى شاذه، حالات بتبقى شاذه. طبعا بعد القبض على مصطفى واحمد تم تحويلهم للنيابه العامه باعترافات تفصيليه، وقالوا بالفعل احنا اعتمدنا ان البنت هتخاف تتكلم، وكنا في الليل وحبينا نتسلى الشيطان ضحك علينا وفعلا استدرجنا البنت وعملنا معاها، لكن ما كانش خوفنا ان البنت تتكلم، عمرنا ما توقعنا كده. احنا قلنا البنت صغيرة وهتخاف تتكلم وهتخاف من الفضيحة، لكن فوجئنا ان البنت طلعت تصوت ولمت الناس عليه. شفتوا ضيعوا حياتهم عشان ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ضيعتوا حياتكم واستقبالكم وعيلتكم وامهاتكم وابها عشان خاطر ايه؟ شهوة مدتها 5 دقايق، 10 دقايق، ضيعتوا مستقبلكم كلكم وسمعتكم وسمعة اهاليكم وسمعة عائلتكم عشان خاطر ايه؟ 15، ربع، نص ساعة؟ تستاهل؟ لو كنتوا زي ما فكرتوا ان البنت مش هتتكلم والبنت هتخاف وهتخاف على سمعتها وعلى ابوها وانها صغير، لو كنتوا فكرتوا زي ما فكرتوا في كده، لو كنتوا فكرتوا البنت هتزعق، البنت ممكن تلم الناس علينا، لو طبض علينا سمعه اهالينا، سمعه عيلتنا، مستقبلنا. انتوا بتفكروا ده اللي بيقتل بيفكر ازاي يهرب، ما بيفكرش. طب لو اتمسك ضيعتوا حياتكم. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبلهم.